ولمناقشة أوضاع اللاجئين العراقيين في هجرتهم غير الشرعية ينضم إلينا عبر سكايب من تكساس الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد الساعدي. سيد أحمد، مرحبا بك معنا. مرحبا بك عزيزي، تحية طيبة لكم ولقناتكم ولجمهوركم الكريم. أهلا بكم. عام 2021 كان محطة فارقة وبارزة في ظاهرة اللجوء من العراق إلى أوروبا، وشهد الكثير من الحوادث المؤسفة لغرق عراقيين وما إلى ذلك، أو الذين علقوا على الحدود بين بيلاروسيا. وكيف تنظرون إلى هذه الأزمة التي ما تزال قائمة حتى الآن؟ نعم، هناك نزوع كبير للعوائل والأفراد من العراقيين للخلاص حقيقة من الوضع المأساوي الذي يعيشه العراقيين من تردي الأوضاع وتردي الاقتصاد، وهناك مشاكل سياسية كثيرة تواجه هؤلاء النازحين الذين هم نزحوا إلى طريق الموت. بالحقيقة هو طريق مجهول كما تعرف، ويعرف الكثير أن هذا الطريق مليء بالمخاطر والأمور الأخرى، وفي أي لحظة قد تؤدي إلى حياتهم بالموت، لكن هم مضطرين إلى ذلك. وهناك الكثير منهم هم من الناشطين بالحقيقة، إذ كانوا يحتجون على هذه الحكومة والأحزاب، ثم بعد ذلك واجهوا مشاكل كثيرة تحت تهديد السلاح، وهذا بالحقيقة هو ما جعلهم يفكرون في الخلاص من هذه المأساة التي تحدث في العراق. نعم، الأزمة تتفاقم أستاذ أحمد، وخاصة مع اللاجئين على حدود بيلاروسيا مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس وحالات الوفاة التي حصلت هناك، ولا يزال هناك فشل واضح من الحكومة في إدارة هذا الملف ومحاولة يعني إغلاق هذا الملف بشكل أو بآخر من خلال حلول ربما تكون منطقية وأفضل للجميع. هناك ليست حلول بالحقيقة، إنما هناك محاولات لحل هذه الأزمة، لأن كما تعرف ويعرف الكثيرين أن هؤلاء الناس هم أصبحوا رقم بالنسبة لبعض الدول، ورقة سياسية يضغطون بها على الدول الأخرى. أما عن الجانب العراقي فبالحقيقة الجانب العراقي لا يملك فكر سياسي، لذلك الذي لا يملك فكر سياسي لا يملك الحلول لهؤلاء الناس. ثم هناك أيضا هجرة داخلية، وهي النازحين، الناس الذي بلغ عددهم بالآلاف في مخيمات النزوح منذ 2017 إلى حد الآن، وهناك يوجد 120 مخيم. الحكومة العراقية أعلنت بأنها حلت المسألة وستغلق الكامب الأخير لهؤلاء النازحين، لكن بالحقيقة هذا هو كله سياسة إعلامية ولا يوجد شيء من الحلول. أما عن الاتحاد الأوروبي وأمريكا والدول المؤثرة بالعامل السياسي الدولي، بالحقيقة هي ضغطت على الحكومة العراقية للحد من الهجرة، ولكن كما ذكرت في مقدمة حديثي أن الناس لم تعد تطيق هذه الحكومة والمأساة التي تحصل والقتل وغيرها. نعم، طيب إلى أي مدى ترى أن تشابك المصالح بين بعض الساسة وبين شركات السياحة التابعة لبعض الميليشيات في وقوفها حائلا أمام محاسبة المسؤولين عن تسهيل سفر هؤلاء اللاجئين إلى تلك الدول؟ نعم، بدأ الحكومة العراقية هي حكومة محاصصاتية، والفساد نخر مؤسسات الدولة جميعها، وعندما أقول جميعها أنا أعني ذلك، لأنه بعد سقوط النظام منذ 2005 إلى الآن حكومات توافقية على الفساد وعلى المعاصصة وعلى المناصب. لذلك قسموا المؤسسات الدولة لكل قسم إلى حزب معين، وحتى في الفترة الأخيرة وزارة السياحة هي غير مستقلة لحزب ما ويملك فصيل مسلح. لذلك الأحزاب تداخلت في مشاركة الاقتصاد العراقي، وليس مبعدا أن يكون حزب وراء المكاتب السياحية التي تسهل الطريق للناس الذين يريدون أن يهاجرون، وهو بالحقيقة وقت مناسب وتشجيع، لأن الوضع كل يوم يزداد صعوبة. نعم،
طيب من ناحية أخرى، العراق فقد العشرات في رحلات هجرة غير شرعية، ورغم ذلك هناك إصرار من العراقيين على الخروج مرة أخرى ومحاولات الهجرة مرة أخرى. كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ نعم، الناس بالحقيقة مثل ما يقولون بالعراقي، الناس ملت لأنه لا يوجد حلول، فكل حكومة تأتي حلولها فقط إعلامية، تصريحات إلى ما شابه ذلك. وقد لاحظت أن بعض من موظفين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة تحدثوا بإنجاز كبير بإجلاء بعض النازحين الذين تواجدوا في بيلاروسيا، وبالحقيقة هو أي إنجاز؟ لا يوجد أي إنجاز، لأن هؤلاء الناس واجهوا الموت، ولكن إصرارهم على الخروج من العراق هو يدل على أنه الوضع بالعراق وضع مأساوي. نعم، وهو يقول لك أنا ميت ميت، لماذا أبقى بالعراق؟ ما الذي سيجنيه؟ أما سيقتل أو يعيش في ذل وهوان، والوضع متردي والاقتصاد متهالك، لأن بالتالي موازنات الدولة العامة تذهب إلى الأحزاب، والأحزاب كما تعرف هم يدعمون أحزابهم وماكيناتهم الإعلامية في وقت الانتخابات وإلى ما ذلك. هل تعتقد أن الحكومة في بغداد كان يمكن أن تتحرك لإجلاء بعض المهاجرين لولا شعورها بالحرج من بعض الدول الغربية؟ بالتأكيد، لا، كان هناك تواصل كبير من قبل بعض الدول وضغط على الحكومة العراقية. لا، لو عدنا للحكومة العراقية لم نرى هذه الطائرة الوحيدة والتي يتباهون بها. نعم، هي حالة إيجابية، ولكن إجلاء النازحين هؤلاء المهاجرين هو ليس إنجاز، هو واجب. بالإضافة، عند عودتهم هم لم يقدموا لهم المعونة أو تعويض المادي الذي خسروه، وحتى أنهم كانوا يشتكون كثيرا من معاملة الجنود البيلاروسيين، كانوا يبيعون لهم الأطعمة بمبالغ عالية، والذي لا يملك المال لا يعطونه أي شيء. بالإضافة إلى البعض الذين قتلوا كذلك، هذه آخر إحصائية، 16 قتيل منهم، وأغلبهم بالحقيقة من كردستان العراق. نعم، لذلك هو الوضع مأساوي في جميع مفاصل الدولة وفي جميع محافظات العراق. أما ما نراه في الإعلام هو نعم. أشكرك جزيلا السيد أحمد الساعدي، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من تكساس.